انت جيت النادي الاهلي بعد ما خدته ثالث عالم صح كده؟ لا انا قبل النادي الاهلي كنا سنه 2000 2000 بالظبط، كنت بنلعب بطوله افريقيا مع في اثيوبيا، وكان الكابتن صفا طب حليم الله يرحمه كان هو الموجود هناك، كان بيشوف البطوله، وكان خلي بالك كان يعني هو كنت لسه بلعب مزارع دينا، فهو اللي قاعد هناك معايا في الفندق بعد ماتشين وقال لي اللي انت هتنزل النادي الاهلي هتبقى موجود. فقلت له قال لي قلت له ده الاهلي انا عندي 8 سنين انا روحت، انت قال لي كنت موجود فين؟ قلت له عند الكابتن شطه كابتن خالد جد الله وبتاع. مشوك؟ مشونا؟ لا مش مشونا، السن اتلغى. انت عارف كان في بطوله 80 اللي هي بتاعت هتلعب كاس العالم بتاعت الدكتور محمد علي، فخدوا المميزين من 81 وخلاص، وقال لك الفرقه دي خلاص ملهاش مسابقه. ومشيت رحت بقى مزرعه؟ رحت انا بقى كل الناس اتفرقت ورحت انا نادي نادي النيل. وبعد كده بقى كان بيجي مثلا مهرجانات وكده، كان كابتن عماشه كان يقول لك لا ما تجيش نلعب بطوله، يقول لك لا ما تجيش اقول لك كابتن عماشه لو جيت بكره ما فيش، عشان كابتن عماشه كان ماسك مزارع دينا نفس السن بتاعنا، فكان بيودينا هناك يعني عايز، كان خدنا انا وحسين امين وكان واحد اسمه بكر رايت اسمه رامز كان معانا، كنا احنا عاملين فرق كبير في الفرق. ايوه فطريق بقى رحنا من هنا بقى وكملت اول. بس انت انضميت بعد كاس العالم على طول في المعسكر بتاع البرتغال؟ قبل كاس العالم كنت انا مضيت هنا قبل ما امشي كاس العالم. مين اللي مضاك بقى؟ كان الكابتن عادل القاهي. انا ما مضيتش تمرين النادي الاهلي، انا مضيت قبل ما امشي كاس العالم، وكان خلصوا مع مزارع دينا، كان ساعتها المهندس حسين عثمان يعني ربنا يشفيه طبعا ربنا يرحمه أنا. كان موجود ومضاني، وحتى انا مضيت وجالي عروض بعد ما جيت من النادي الاهلي، ما كنتش لسه لبست فانيلا النادي الاهلي، كنت لسه ما لبستش فانيلا حتى ولا جيت، كابتن عدلي حتى جاله فاينورد ومليون ونص بعد كاس العالم، يعني اكتر واحد جالي عروض انا. طيب اقول لك بقى على حاجه، كان في لما جيت كام باك ليفت؟ بص خلي بالك كان في كتير، عدهم لي كده عدهم يعني. انا اول ما جيت النادي الاهلي كان في طبعا سعيد عبد العزيز، ايوه، وكان في كابتن ياسر ريان، وبعد كده جالنا كابتن عماره، ايوه، وبعد كده جالنا الله يرحمه ابو هاب جيلبرتو، وبعد كده جالنا ابو هاب. خلصت على كام واحد من ساعه لما جيت الاهلي بقى؟ لا هو انا جيت مع سعيد لعبت، ايوه، مع كابتن ياسر لعبت. قول مش لعبت، قلت خلصت يعني ما تقوليش لعبت. لعبت مع كابتن ياسر وبعد كده مع سعيد ومع كابتن ياسر، وبعد كده لعبت مع كابتن عماره كنت لعبت، وبعد كده جيت عملت رباط صليبي الفتره دي جيلبرتو لعب، بقيت اخد علاجات متقطعه انا وابو هاب، وبعد كده جيت 2000 واخر عادي اخر 6 شهور سنه 2005 كنت سافرت بقى ستراسبورغ يعني. وانت كنت غاوي يعني، كان في دماغك طول الوقت كنت دايما بتكلم عايز اخرج اروح اخد تجربه الاحتراف؟ الموضوع كان مختلف يا شادي لسبب اللي انا كنت من كتر الاحتكاكي مع المنتخب الشباب والاولمبي وكده، الفتره دي كان بيجي لي عروض كتير جدا يعني. مثلا اللي هو المانجر موجود دلوقتي اللي هو الماسك في ستراسبورغ ده رئيس نادي دلوقتي، ده اللي كان بيجي يتفرج ويديك احصاء. كان مانجر بقى رئيس نادي؟ مش مانجر، كان اللي هو المدير الرياضي بتاع النادي. انت فاهم ازاي؟ اللي هو مدير التسويق اللي احنا لسه واخدينه في مصر، لسه مدخلينه من سنه ولا حاجه، اللي لازم مثلا هاني سعيد موجود او اللي هو مسؤول عن الكره كلها موجود في النادي. ايوه فده كان موجود، هو اللي بيجي عنده يعني حاجه اسمها سكاوتنج، موجود بيبعت شادي النهارده يروح يبص على الراجل دوت يدينا رايه فيه، يبعت حد تاني، ما بياخدوش مش بيشتروش على الفاضي وعلى المليان. فكانت الفتره دي كان متابعيني كتير جدا، انا مثلا جالي من فاينورد مليون ونص، جالي من هانوفر 96، جالي بردك عرض، جالي من نانت ورحت هناك وخلاص وخلاص، والموضوع بردك اختلف، كان لسه الماديات اختلفت شويه، فجالي عروض جديد كتير جدا. انا لما رحت هناك لقيت الموضوع بالنسبه لي اسهل يعني، الموضوع كنت نفسك تلعب بقى في دوري كبير، ملاعب وجماهير وخلي بالك الواحد لما راح الحمد لله كان مؤثر. انا خلي بالك اكتر لعيب في الدوري المصري يعني في مصر لعبت مواسم متتاليه في فرنسا،